فرقة غنائية عالمية مميزة تضم 18 موهبة غنائية من مختلف دول العالم. Now United وفي ثاني زيارة لها لدولة الإمارات تعلن عن إقامة أول حفل غنائي خاص لها سيتم بثه مباشرة عبر اليوتيوب وفي أحد أشهر المواقع الثقافية هو متحف لوفر بأبوظبي. للمزيد تنضم إلينا من متحف اللوفر في أبوظبي أشواق العتولي برفقة أعضاء فرقة ناو يونايتد 18 شخص. طبعا جت لك على ما تشتهين يا أشواق، علشان كذي أنا ما راح أسألك ولا سؤال، أخذي راحتك وياهم الدقائق القادمة لك إذا مروة ما تبت تسألك. لا صباح الخير عليكم ويلا حابين نستمتع معكم، انطلقي. صح صباح الخير عادل مروة، طبعا انا محظوظه اليوم، طبعا اي ثينك ان انا مستوي كان انا عضوه من اعضاء فرقه ناو يونايتد، متواجدين معكم مباشره من متحف اللوفر في ابو ظبي لانه عندهم حفل خاص راح يقدموه، بس انتم شايفين كلهم موجودين هنا وعندنا نور راح تكون تعطينا تفاصيل اكثر. ممكن تقولي صباح الخير لصباح العربي. صباح الخير. نور، اول شيء حابه اقول ليش نحن متواجدين في متحف اللوفر؟ في أحلى من اللوفر. هيدا المطرح مطرح كتير راقي ونحن كتير مبسوطين إنه رح نقدر نعمل الشو تبعنا هون بلوفر أبو ظبي. يس أنتوا عندكم حفل الشهر القادم رح يكون أول حفل مباشر لكم افتراضي، صحيح؟ مظبوط. إيش الفرق عن حفلاتكم السابقة وشو هي الاستعدادات والتجربة بالنسبة لكم؟ نحن كتير عم نتمرن كل يوم، إلنا كذا كذا يوم عم نتمرن. الشيء الجديد هو إنه أنا وأليكس وسيفانا وميلاني هيدا رح يكون أول شو لإلنا، فنحن كتير متحمسين إنه الفانز يشوفونا لأول مرة عم نرقص وعم نغني. يس طبعا أليكس أولا أولا أليكس هو العضو الجديد اللي انضم للفرقة ومن إسبانيا. Would you like to say anything to your Arab viewers for the first time? In what? Hello, my name. Sí. A very big kiss from Spain. A lot of love. يرسل حبه وتحياته لكل المعجبين العرب. طبعاً مثل ما قلنا هذا أول حفل لكم، إيش رح تقدموا في الحفل؟ مين رح يحضركم؟ طبعاً خاصة ما في جمهور، كيف شعوركم؟ هو الشو هو virtual show والفانز فيهم يحضرونا على يوتيوب. في كذا غنية ديم جديد، فالفانز لازم يكونوا كتير متشوقين لأنه كتير عم نشتغل و it's gonna be amazing. أوكي. عندنا وقت نحن لسه على الهواء أتوقع، فنحن حابين نشوفكم تعملون لنا عرض مباشر على صباح العربية، فينا نشوف مين مين حيقدم لنا الشو؟ أكيد. Yes. Who wants to dance? Yes, dance time. Yes. عندكم الساحة. Let's go. طبعاً الآن أداء مباشر خاص صباح العربية. Hi. Hello. We're going to show you a little sneak peek of the choreography for one of our newest songs that is not out yet. So, yes, we start like this. One, two, three. Maybe we should cheer them up. That's enough. كانت هي تشويقة بسيطة فقط من فرقة ناو يونايتد لأحدث أغانيهم لسه ما انعرضت على الهواء. لسه عندنا وقت معاكم نسألهم شوية أسئلة. معنا دقيقة ونص، يلا أشواق. دقيقة ونص عندنا، حد حاب منكم يتحدث مع معجبينه العرب؟ يمكن قلتوا هاي أغنية لسه جديدة ما انعرضت، ممكن تعطينا تفاصيل بسيطة عنها لأول مرة؟ إيه هيدي الحلو إنه قدرنا نسوي الميوزك فيديو تبع هيدي الغنية هون بلوفر وين رحنا رح نعمل اللايف شو، ف
فنحن كتير متحمسين و personally it's one of our favorite songs. ف هي واحدة من أجمل الأغاني عندكم. مزبوط. و yes, get excited. صح. yes. yes. طبعاً هاي مش أول زيارة ولا ثاني زيارة لكم للإمارات، هاي ثالث زيارة صح؟ كيف الزيارة بالصيف؟ كيف الأجواء الصيفية معاكم؟ هلا شوب بس بلشنا نتعود. بس هذا في اي سيز فير جود. يور جود فير جود. حد حاب من اعضاء الفرقه يضيف اضافه؟ يو جايز استمتعنا معاكم. خلص خلص وقتنا. اقل من دقيقه بالتاكيد 20 سكند. احنا استمتعنا جدا. I mean it's fun to be in the heat and like on the beach. نبغى نودعكم اذا. ايوه يلا يلا لازم نودعكم. اسبوع سعيد على الجميع وكمان للفرقه. يعطيكم الى اللقاء.